وعدت على فكره. كانت ضربه حظ يعني، افيه الحظ طبعا، ضربه حظ. هو طبعا اللي علق اكتر ان بيبو وبشير فيها 3 ب، يعني بيبو 2 ب وبشير ب، وبعدين النتيجه نفسها 6-1. فده كله تركيبه ولدت الاحساس بالجمله يعني. طب فمشيت الجمله وانا مشيت معاها طبعا. ده بالنسبه لموضوع بيبو وبشير. وبدات بقى من هنا الحمد لله يا رب الثقة فيا في ان انا اخد ماتشات كبيره يعني. الفضل لله سبحانه وتعالى وللسيده وفاء فاطمه. السفريات اللي كنت بتسافرها كان فيها واسطه ولا كنت بتتهم بالواسطه؟ سافرت فعلا زي ما حضرتك قلتي. كان في سفريه لدارمشتات المانيا بتاعت سباحه، فبيطلعوا مذيع من التلفزيون. انا مش مذيع في التلفزيون، مذيع في التلفزيون يعني عام موظف بيقبض من التلفزيون. انا ضابط من بره وبشتغل بالقطعه يعني. فكان مدير البرامج الرياضيه كابتن اسماعيل عبد الفتاح رحمه الله عليه، كان في علاقه حلوه قوي ما بيننا قوي يعني قوي، وكان هو ابن بلد في الكلام. فجاء قال لي تعالى انا عايز اخدك معايا دار مشتات. قلت له يا ريت، انا عمري ما رحت طنطا يعني. فقال لي طب اسمع، معاك فلوس تقطع تذكره الطياره؟ قلت له استلف. قال لي طيب استلف وانا هوفرها لك بان انا هعمل لك كذا اوردر هناك وازعهم لك في التلفزيون بحيث يجمعوا يبقوا هم ثمن التذكره اللي انت طالع بيها. قلت له طب والاوتيل؟ قال لي مفيش مشكله، احنا عندنا في سرير وفي كنبه، انا هنام على سرير هو يعني وانت تنام على الكنبه. قلت له 10/10 والله رحت استلفت ثمن، هموت عايز اطلع ثمن تذكره الطياره لالمانيا وطلعت المانيا. بقى مثلا اي اوردر يجي مسؤوليه صور مع ده اوردر لوحده ب 13 جنيه اطلع مش عارف ايه، نصور هنا مع جماعه مغتربين. عمل لي بتاع 12 13 اوردر، عملت بيهم ثمن التذكره والاوتيل. كان هو بينام على السرير وانا على الكنبه، والست بتاعت المطعم كانت بتتجاوز لو فيها وضيفه فاعتبروني ضيف، كنت باكل معاهم يعني. فدي كانت سفريه دارمشتات. وطلعت مره ثانيه معاهم ايطاليا بنفس السكه دي يعني. ربنا كان بيكرم والله، ربنا كان بيكرم من عند ربنا يعني. هو حضرتك في حاجات كتير قوي في مشوارك هي كلها حاجات من عند ربنا. والله كلها حاجات مش متخطط لها والله خالص. يعني لعبة الأقدار مع حضرتك لعبة حلوة جدا جدا، وده بركة الحمد دعاء لله. أم الله يرحمها. الحمد لله. والله. إيه بقى اللي اتغير في مدحت شلبي بعد إفيه التحول بيبو وبشير؟ نعم، بدأت الناس تعرفني أكتر، وبدأوا يعني يوم الماتش ده أنا خرجت بالليل بجيب أدوات مكتبية لنهولة بنتي، فكان في شلة أولاد وبنات جوه المكتبة، فسمعت واحدة بتقول للي معاها يعني مش ده بتاع بيبو وبشير؟ بعديها التلفزيون بدأ يبص لي بصة تانية. كل ده احنا لسه في التلفزيون المصري، ما رحناش بقى القنوات الفضائية يعني. فبدأت بقى مدام وفاء ربنا يكرمها يا رب تديني ماتشات حلوة. لكن بشكل عام هي كانت فتحت خير عليا الجمله اللي حضرتك قلتيها دي بتاعت بيبو وبشير يعني. بعد كده توالد بقى الافيهات والجمل مع طبعا توالي المباريات. كان اكتر واحد زعت مباريات اهلي وزمالك في التاريخ يعني. يعني بدات اتخصص في الماتشات دي يعني. عشان كان بتعمل افيهات والناس بتحفظها في البيت. دمرت الراجل معنويا. مين؟ بشير. هو انا طبعا هو طلع قال كده من كام يوم. قال كده من كام يوم، وانا سمعته برضه من فتره، بس والله العظيم كانت فتحت خير عليه، لان هو بعد الجمله دي هو راح احترف في تركيا. وربنا اكرمه يعني، ومش كويس قوي قوي قوي. وانا قلت له، وانا كلمته بعديها لما عرفت ان الناس بدوا، انت عارفه بقى الاهلاويه، اهلاويه او زملكاويه، الجمهور ده او ده ما بيسيبش يعني. اي حاجه بيلقطوها بيشتغلوا عليها على طول يعني. فانا كلمته يعني قلت له يعني بشير انا ما اقصدش حاجه، انا بوصف المباراه يعني. وبعدين لما بقول بيبو وبشير، ما هو بيبو في رجله الكوره، بشير اللي هيقابله. فهو عدى منك خلاص، بيبو وبشير، بيبو يعني ما فيهاش بيبو جو. بشير كان قال ان هو مش مسامح حضرتك لحد دلوقتي. لا والله سامحني يا بشير، سامحني الله يخليك. مضى عليها دي من 2001. عشان عارفه ليه؟ لغايه النهارده الاهلاويه في تاريخ هذه المباراه على النت بيغرقوا النت الماتش ده والجمله بتاعت بيبو وبشير، لان انت عارفه الجمهور ملوش حل. الجمهور يجيب لك جمل من 30 سنه و40 يعني طبعا، ويصطادوا لبعض طبعا. جمهور الكوره، جمهور الكوره يعني عندنا. بس انا الحقيقه حتى لما رحت في السعوديه السوشيال ميديا هناك نفس الكلام
يعني هو يبدو ان الجمهور الكره في كل حته كده طبعا يعني ده يستاد طبيعه الجمهور طبيعه الجمهور والكره لذينه جمهورها يعني ليها شعبيه جارفه وبالتالي بيبقى ليها افهاتها وتعليقاتها.